عزيز الكثير يسمع الانجازات ديالك خلال الولايه الاولى، يعني واسمو قدم سي عزيز طرش لجامعه الاسلام خلال الولايه الاولى. شكرا. بادئ ذي بدء، لابد من تقديم الشكر الجزيل للمواقع المحليه الالكترونيه وخاصه الجريده الالكترونيه بركان 49 على هذا الاهتمام ديالها بالانشغالات ديال ساكنه الاقليم، وكذلك بالتواصل ديالها مع مختلف الفاعلين السياسيين على مستوى الاقليم. بخصوص الجماعه ديال الاسلام، كما تعلمون تولينا هذه الجماعه منذ الانتخابات ديال 2009، وكانت تعتبر الجماعه ديال الاسلام من بين الجماعات الفقيرة على مستوى التجهيزات الأساسية، بحكم أن الجماعة كذلك تتوفر على واحد مدخول يعني قار ومتوسط، يعني إن لم نقول أنها مدخول عادي بحكم الميزانية يعني الإجمالية ديال الجماعة ديال الإسلام. كما تعلمون الميزانية ديال جامعة الإسلام كانت تنحصر، كانت تقدر في بداية يعني انتدابنا لتدبير الجماعة يعني بحوالي 8 مليون درهم، يعني بخصوص النفقة الإجبارية للموظفين والتسيير تقريبا واحد 70-80% اللي كتمشي في هذا الباب، وكيكون عندنا كذلك واحد فائض يعني متوسط عادي يعني لا يكفي مثلا لانجاز مشروع يعني يدخل في اطار البنيه التحتيه الاساسيه بخصوص الماء والكهرباء والطرق التي كانت يعني تعرف يعني نقصا كبيرا على مستوى الجامعة. الإنجازات التي قمنا بها على مستوى الست سنوات الأولى يعني لا تحصى، ولا يعني مشاريع عديدة كتهم جميع المستويات، يعني من مشاريع كتدخل في إطار التنمية الاجتماعية الاقتصادية الأنشطة المدرة للدخل. الحمد لله يعني تمكنا في الولايه الاولى يعني من جلب يعني موارد مهمه يشهد لها لا عامل الاقليم ولا مسؤولي الاقليم، بحيث تمكنا يعني من التعبئه ديال الموارد بالخصوص من المديريه العامه للجامعه المحليه. نعطي بعض الامثله. الجامعه ديال الاسلام استفدت واحد المشروع اللي يعتبر مشروع نموذجي على مستوى الاقليم وعلى مستوى جهات الشرق، هو انجاز شبكه التطهير السائل لمركز الاسلام. كذلك انجاز واحد المحطه ديال معالجه المياه العادمه، يعني اللي كانت عندنا الشجاعه في اخراج مثل هذه المشاريع اللي عندها حساسيه بالخصوص عند المواطن اللي كتاخذ بعين الاعتبار يعني البعد البيئي الى غير ذلك. هذه المحطه اللي اليوم ولات يعني كي كنقولوا عمليه اوبيراسيونال، اللي ربطناها يعني في هذه الاسابيع الماضيه بواحد بالالواح الشمسيه، يعني تماشيا مع المؤتمر ديال قمه الاطراف لا كوب 22، واحتراما كذلك لواحد البعد البيئي اللي بخصوص الجماعه ديال الاسلام اللي كتركز على تشجيع التنميه الايكولوجيه والتنميه المستدامه. هذه المشاريع يعني اللي تقريبا اللي كلفت الميزانيه ديال الجامعه ديال الاسلام صفر درهم، وهذا كان مشروع يعني اللي كتشوف بان بعض الجامعات اللي عندها واحد الساكنه كثيفه ما قدرتش يعني انها تنجز مثلها المشروع اللي الجامعه ديال الاسلام، يعني جماعه اللي كتعتبر واحد الجماعه اللي يعني ضعيفة جدا، يعني مع ذلك تم إخراج هذا المشروع وقمنا بوضع واحد الشبكة يعني تم يعني
وضع واحد الشبكه يعني كناخذوا بعين الاعتبار الاجيال القادمه بحكم ان فصلنا الماء المياه المستعمله داخل المنازل وربطنا كذلك المياه ديال الشتاء مياه الامطار وربطناها ثاني في انابيب يعني منفصله. يعني هذا المشروع يعني كانت عندنا واحد الرؤيه يعني الاستباقيه والرؤيه للمستقبل. وضعنا هذا المشروع رغم ان الجامعه كيبت واحد المركز محدد اللي فيه تقريبا واحد 7 هكتارات حتى 10 هكتارات يعني واحد المركز اللي عاد في اطار النمو. مع ذلك ان الجامعه كانت عندها الشجاعه انها توضع هذا المشروع بالاضافه لواحد المشروع. وهذا المشروع تقريبا كلف يعني ماشي الميزانيه ديال الجامعه، الميزانيه ديال المديريه العامه للجامعات المحليه اكثر من 20 مليون درهم. بالاضافه لواحد المشروع ديال اعاده الهكاله اللي كذلك استفدنا به بالمديريه التخطيط والتجهيز، هذا من طرف كذلك المديريه العامه للجامعات المحليه، هو التهيئه ديال الارصيف والتزفيت والتبليط وتهيئه المساحات الخضراء اللي تقريبا بواحد الميزانيه ديال 4 مليون درهم. كذلك الجامعه كانت سباقه على مستوى ربما الجهه انها تستافد تقريبا واحد التكلفه ديال 2.175 مليون تهم تزويد مختلف الدواوير بالماء الشارور عن طريق الاصالات الفرضيه ليس عن طريق ما يسمى بالحنفيات العموميه. لان احنا كان عندنا واحد التفكير اننا خصنا نشجعوا تلميذ ابناء المنطقه بالخصوص الفتيات انهم يولجون المدرسه. لهذا احنا الحمد لله جميع المنازل عندها اصالات فرديه، عندها مختلف الحنفيات داخله بيوت السكينه ديال الرسلان، رغم ان الجامعه كذلك ديال الرسلان تعتبر من الجامعات اللي يعني اللي عندها واحد المساحه شاسعه على مستوى الاقليم، على مستوى الاقليم هي الاولى 364 كيلومتر مربع، ان لم نقل ان شساعات مساحه الجامعه ديال الرسلان هي الاولى على مستوى جهه الشرق بحكم يعني الجغرافيه ديال الجامعه يعني اللي كتصعب على اي مدبر للشئ المحلي يعني من حيث يعني كلفه الاستثمار. نعطي مثال، بعض كاين كانون ديال الكهرباء ربطناه تقريبا ب 220 ألف درهم، وكانت لدينا الشجاعه كذلك رغم ان هذه تعتبر حق من حقوق المواطن هو ايصال الكهرباء والماء والانترنت والطريق الى المواطن، وربطنا هذا الكانون بهذه الكلفه اللي تعتبر واحد الكلفه، ولكن الهدف من هذا الشيء هو ان خصوص السكينه ديال الرسلان تعتمد على الفلاحه التضامنيه وكذلك التربيه المشيه. يعني وراء هذه الاستثمارات هو تثبيت السكينه على مستوى الجامعه ديال الرسلان. يعني ولا بغينا نهضروا على المشاريع اللي كتبني البنيه التحتيه الاساسيه، بان الجامعه ديال الرسلان منذ تولينا اننا قمنا بتعميم تزود بالماء الشرب على مستوى جميع دواوير الجامعه، كذلك فيما يخص الكهرباء القرويه قمنا بالتعميم طرق تقريبا في الولايه ديالنا منذ 2010 انطلقنا في انجاز مجموعه من الطرق التي تهم بالخصوص هو فك العزله عن الدواوير، كذلك الولوج الى المراكز الصحيه المركز الصحي، وكذلك الولوج الى التعليم. وبالنسبه كذلك ما دام اننا نتحدث عن الفلاحه التضامنيه ويعني الطبيعه ديال الساكنه القرويه على مستوى الجامعه، كذلك تسهيل تنقل بضائع الفلاحين. يعني الغايه من هذه الطرق يعني عندها واحد المزايا عديده كتهم يعني هذا فك ديال العزله عن باقي الدواوير بالنسبه للجامعه، واللي نجزنا ازيد من 40 كيلومتر في واحد الولايه ديال 6 سنوات. 6 سنوات من 2009 2015 انجزت الجامعه 40 كيلومتر ديال التعبيد ديال الطور. كانت تحدثوا غير على التعبيد، ما كنتحدثش على التهيئه ديال المسالك حدث ولا حرج. فيما يخص كذلك المشاريع اللي قامت بها الجامعه
واللي تم التمويل ديالها 100% من المديرية العامة لجماعة المحلية، كذلك اقتناء واحد شاحنة لتفريغ مياه العادمة، هي سكون لابيل ليدروكيروز، بواحد الكلفة ديال تقريبا 142 مليون سنتيم. هذا كان ذلك كان من تمويل المديرية العامة لجماعة المحلية، بالإضافة لواحد الرافعة ديال الكهرباء كانت كذلك من تمويل المديرية العامة لجماعة المحلية، بالإضافة لخمسة أربعة الحافلات ديال النقل المدرسي، ورحنا في طور اقتناء واحد الحافلة ديال النقل المدرسي كذلك هي اللي تعتبر الخامسة. كان هذا الهدف، هذا الشيء كل شيء هو أن جميع تلاميذ الجامعة ديال الرسال أن يولجوا التعليم، خصوصا أن الجامعة ديال الرسال كما ذكرت في البداية أنها كانت منذ تولينا هذه المسؤولية كانت تعتبر من الجامعات الفقيرة على مستوى البنية التحتية الأساسية، بخصوص هذا الشق ديال التعليم أنها لا تتوفر حتى على إعدادية، كذلك حتى على ثانوية وثانوية تأهيلية. لهذا هذا النقل المدرسي كيشكل واحد العيب بالنسبة للجامعة ديال الرسال بحكم الشساعة ديال المساحة ديال الرسلان، بحكم يعني عدم توفر هذه لا الإعدادية ولا الثانوية، يعني مما يصعب يعني واحد المسؤولية على العاتق ديالنا، مع العلم أن الجامعة ديال الرسلان يعني تغلبنا بتوفير هذه الحافلات، يعني جميع التلاميذ يعني يولجون المدرسة الإعدادية سيدي بوهرية، إعدادية التفرغات، وثانوية الليمون وأبو الخير، بالإضافة كذلك المدرسة الجماعتية التي تم يعني العمل بها هذه السنة، والتي تعتبر المدرسة الجماعتية الأولى على مستوى جهة الشرق، واللي كانت ناجحة 100% هذه السنة، بالخصوص كان الهدف من وراء إنجاز هذه المدرسة الجماعتية والتي ناضلنا عليها كمكتب مسير وكرئيس، يعني باش نخرجوا هذا المشروع اللي تقريبا تنجز بواحد 13 مليون درهم بالتمويل 100% من وزارة التربية الوطنية. الحمد لله هذه المدرسة يعني مكنت ان التلاميذ من يعني الرفع من مستوى الدراسة ديالهم، لان هذه المنظومة ديال التعليم منظومة يعني بخصوص المدارس الجماعتية، لان كان يعني كان يتم حذف ديك الاقسام المشتركه، يعني مما كتعطي واحد النجاعه بالخصوص التلميذ، والتلميذ اللي كيكون عاد السنه الاولى الثانيه الثالثه يعني كيكون حتى المستوى ديالو يعني كيكون مستوى جد مهم بالمقارنه مع المجموعات المدارس اللي كانوا قبل المفرعيات الى غير ذلك. كذلك الشق انا ما غاديش نهضر بانجازات عديده ولدي الوثائق تراخيص بالبرنامج، وعندي حتى المصادر ديال التمويل، لان بعض احنا ماشي كامل، احنا هنا لان مزيانه التنافسيه والمنافسه من تكون شريفه، بالخصوص يعني في كت 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 يعني كت كتمشي في هذا الاطار ديال التنميه مزيان، احنا كاع كنشجعوا، احنا ماشي ضد، هو لان يقال او يقول ما لم يعني 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 يقال في الحقيقه، هذا هو العيب في بعض المنتخبين، بعض المنتخبين بخصوص جامعة ديال الرسال اللي عرفت النجاح ديالها منذ تولينا المسؤوليه، يعني دبرناها مع الكلمه، نمشي للانشطه المديره للدخل، مشروع اللي جبناه في اطار شراكه مع الاتحاد الاوروبي وكذا، اللي مشروع مندمج تقريبا التكلفه ديالو 3 مليون درهم، هذه فين غادي؟ هذا المشروع وجهناه للتنظيمات المهنيه على اساس باش يحسنوا المدخول ديالهم، ويعني حتى هنا كيدخل في اطار يعني خلق فرص الشغل. كذلك المشروع اللي راه تم التدشين ديالو مؤخرا، مشروع يعني نموذجي اللي كيعتبر يعني اول مشروع على مستوى جهه الشرق، هي ديك الوحده ديال تثمين مشتقات اللوز، هذاك المشروع كذلك موجه للتعاونيه والتنظيمات المهنيه التي تشتغل يعني في خصوص هذا المشروع ديال غلاسه اللوز، واللي نجح 100% على مستوى الجامعه، واللي كان عندنا حنا يعني فيه اليد باش يخرج للوجود، والحمد لله هناك يعني الجامعه ديال الرسال هناك مشاريع مهيكله، مشاريع نموذجيه تمت في الولايه السابقه، لم اتحدث على هذه الولايه يعني اللي تقريبا يلاه مازال ما وصلناش عمايل، ولا رحنا
مقبلين على انجاز مجموعه من المشاريع اللي تهم بالخصوص تعزيز البنيه التحتيه الاساسيه ديال الطرق، وكذلك بناء ملاعب الكور وكمل على نفس المنهج اللي بدينا بها الولايه فعلا. ولكن غادي نمشيو لخلق واحد المشاريع مديره للدخل اللي كتستهدف بعض الفئات الفقيره، وكذلك غادي نمشيو لخلق واحد المدينه جديده اللي الجامعه فطوره انجاز، يعني اقتناء واحد القطعه ديال 20 قطار اللي غادي نخلق واحد النواه ديال الرسلان، يعني تقريبا على مستوى الطريق الجهويه 607، كذلك الطريق الجهويه ديال 607 اللي غادي تعرف حتى هي انجاز ديالها على مستوى غادي تكون تثنيه، كذلك كما تعرفها الطريق ديال بركان السعيديه اللي غادي تخلق واحد فرص الاستثمار، وكذلك خلق فرص بالنسبه للساكنه ديال الرسلان. الحاله الميزانيه ديال الجامعه يعني وشحال كتبدا يعني؟ كنت هضرت يمكن ما سمعتليش في الاول، منذ التولي ديالنا ديال المسؤوليه كانت الميزانيه تقدر ب 800 مليون، اليوم الحمد لله بحسن التدبير، غادي نقول لك بحسن التدبير علاش، لان خلينا واحد القرارات اللي قرارات يعني كانت مفاجئه للبعض، ولكن كانت فيها الحكامه. نعطيك مثلا ديال المقلعين اللي يعتبرين يعني المصدر الاساسي بالنسبه للجامعه ديال الرسلان، وكذلك الذين يعتبرون هما المواد الاوليه لخلق يعني لصناعه الاسمنت هو الكيس والسلسا سكون لابيل وكالكيل الارجيل. عندنا هذا المقلعين يعني اللي الحمد لله الجامعه خذينا قرار ديال تعديل القرار الجبائي انذاك من كانت الشركه تسمى شركه غوسون، وكانوا يسهرون عليها يعني اجانب، قدمنا مقترح وصدقنا على يعني الرفع من التسعيره الى الاقصى وهي 6 دراهم للمتر مكعب، اللي مكنت الحمد لله الجامعه ديال الرسلان يعني من اضافه يعني بعض المداخل، رغم ان الجامعه ديال الرسلان بالنسبه لديك الضريبه على القيمه المضافه اللي كتمنحها لها وزاره الداخليه كانت في البدايه ديالها تقدر ب 4 مليون درهم، اليوم الحمد لله بفضل يعني هذا المجهود الضريبي وهذه الاستثمارات اللي درنا على الجامعه ديال الرسلان تم الرفع ديالها الى 650 مليون، يعني تزادت واحد 2.5 مليون درهم، ضفناها في هذه المجهودات يعني والمشاريع اللي عرفتها الجامعه ديال الرسلان. السي عزيز يعني في الحاله الانتخابيه الانتخابات البرلمانيه الناس ما فهموش كيفاش انه جوج تزكيات ظهروا في مواقع التواصل، كاين السي عزيز وكاين السي فتحي، يعني تما بغاو يفهموا الناس واش موقع، يعني كيفاش وقع انه تعطيت تزكيات جوج الناس. بصراحه انا تعرف انا راه انا اللي فيا والناس اللي ما يقبلوش الانسان اللي يهضر صراحه ويهضر بالصدق، انا لا احب المراوغه، وانا هكا تربيت هكا رباتني، شوف لا العائله ديالي الصغيره ولا الجامعه اللي قريت فيها ولا المعهد اللي قريت فيه، تربيت انني نقول الصدق. فعلا حنا بالنسبه للتزكيه انا كنت مرشح منذ البدايه من طرف حتى المكتب السياسي وليس الامين العام، كيقولوا التزكيه بان غادي تعطى العزيز الطاش، غادي تقال تنقول لك الانتخابات البرلمانيه تقالت يمكن 6 شهور ولا 7 شهور، كنت نمشي في قاش ما نمشي كيقولوا لي التزكيه غادي ديها عند اودي، كنقول له ربما غادي يبان عبد العظيم البروج، ربما غادي يبان شي واحد، قلت له ما خصناش لان سابقه لاوانيها. تعطتنا التزكيه، قال لك اسيدي اللي بغى يقدم الطلب يقدم الطلب، قدمت الطلب ديالي مع السيفي السيره الذاتيه ديالي، قدم واحد معايا ولد حسن الحسيني هذاك الحسين الهادي، قدم حتى هو مزيان، حنايا اللي قدموا، وكانت رغبه لواحد المنسق اقليمي ديال حنا، انا كنعتبر منسق اقليمي سابق ديال الحركه الشعبيه، حتى هو كانت عنده رغبه، فهمت، ولكن يعني القرار كيرجع للامانه العامه. فعلا تعطات لي التزكيه في الاول، تعطات لي التزكيه، حنا ملي بقينا ندرسو نديرو واحد الدراسه شوف على الخريطه السياسيه على مستوى الاقليم، لقينا بعض المشاكل اللي كيقولوا يا ودي حنا
نشوفوا شي لجنه نديروا شي لجنه التزكيه طاطات نديروا شي لجنه ونديروا كذا نشوفوا المنظر. قلت لهم اودي انا طاطات لي فعلا التزكيه ولكن شوف انا ما عنديش اشكاليه بغيتو ديروا شي واحد اخر وعليه عليه واحد التوافق واحد الاجماع ما عنديش مشكل حتى انا غادي نقصوا عليا مجموعه من المشاكل غير هذاك لو ستريس العميل النفسي راه كيلعب واحد الدور كبير بخصوص هذا الانتخاب. المهم ارتئينا كذا ارتئينا فقع الفتحي ذاك المشكل مع حزب الاستقلال علاش نتفاهموني شي طاطا الذكيه السي سي سي محمد قال لك اسيدي حنا راه غادي نترشح غادي ندير غادي نمشي نجيب حزب الشورى ونجيب هذه وما غاديش نلقى حزب الاستقلال ناضوا ما نعرف بعض الاخوان كذا قال لك اودي ولا بغى الحركه الشعبيه نعطوا له الحركه الشعبيه جاو عندي قلت له ولا بغى ترشح الحركه الشعبيه ترشح كان بعد قلت له انا بغينا نكونوا مجموعين وفي نفس الوقت نجيبوا المقعد ديال بركان ديال بركان ولا التحية تعاود واو انا اللي جايك غير باش تفهم غير باش تفهم انا كنهضر صادق وراني عارف هاد الهضره ما غاديش تعجب شي واحد. السيد صاي قال لك غادي نتقدم صاي قلنا الله ربح انا كنت غادي ندير الدوزيام التروازيام المهم يمكن السوسي ولا شي واحد المهم لا لا انا كنقول لك الواقع المهم هذا الشيء لم تم الاتفاق عليه ولكن كان تما راك عارف حنا انا هذا المشكل اللي كان واقع في الانتخابات انا ما كنتش عارف غادي نوصلوا حتى لهذا المهزله انا تعتبر مهزله انا كان غادي واحد يعني نمشي في واحد الاتجاه معين ناض هو كان وقع عليه واحد الضغط ضغط المهم لا داعي للذكر الضغط وقع عليه ضغط انسحب انسحب خلاني انا امام الوضع الاول ضغط انايا ما يمكنش انا الحزب انا مسؤول على مستوى عضو مجلس وطني ورئيس جامعه لولايتين انا غادي انا ما غاديش الحزب ديالنا يقدم مرشح ما تقدمت هذا هو اللي تكال رغم ان يعني اثناء الحمله وحتى في الانتخابات ما راك عارف المناضلين ديالنا حتى هما رؤساء جماعات اخوان كانت كل لغايه في نفس يعقوب وكذلك حتى المنسق الله يسمح له حتى هو للاسف الشديد يعني تقرير عند الامين العام تقرير مفصل قرار حررناه في ثلاث صفحات وقرار مقرر قرار جميع المكتب المسير وقلت له التاريخ سيشهد شوف حنا راه ماشي عزيز الكرش كنقول الحزب الحركه الشعبيه لان الشخص ثاني غادي يبقى الحزب الحزب حنا لو كان كنا كان والمهم انتخابات ما كانش انتخابات لازمه كون كانت انتخابات لازمه انا العبد الضعيف انا غادي ندوز ان كان حصار والناس راه يعرفوا لا الصغير ولا الكبير ولا هذه ما غاديش نعاودوا انتم كصحافه راه خصنا سي عزيز شكرا قلت بالضبط لقد فقدتم مسير البرلمان بسبب هي السلطه الحزب الاسرى والمعاصره منتخبين الحزب الحركه الشعبيه منهم رئيس جامعه تفوغات المستشارين ديالو رئيس جامعه الشويكيه والمستشار الاقليمي ومستشار جامعه سليمان شريعه ومستشار جامعه الكامله. المهم الهزيمه كانت انه 207 اصوات. دابا هضرت على التقرير يعني دابا التقرير واش جاب النتيجه ولا ما حنا شوف التقرير حنا هضرنا مع السيد الامين العام ولا مع السي امس كان ولا عارفين كاع اللي وقع وهما كان عندهم معلومات بلي هذا الشيء راه وقع. الفضيلي رئيس المجلس الوطني ديال الحزب هو رئيس جماعته كان اتصل بيا على اساس خصنا نعقد ذاك المجلس ديال الجهه كان اقترح عليا قال لي ودي قلت له غادي نروح التصور قال لي المكان فين واش بركان واش الناظور واش الدري واش جده مازال ما هذا راه كان درسوا هذا الاخر هذا الوقت انا ذاك غادي يجيو للوزراء الحركه الشعبيه وغادي يجي المكتب السياسي تما غادي الناس هاد المسؤولين هاد الولاجه وراه ما حضروش معنا في المجلس الوطني لولايتين كنا تما معكم ما حضروش معنا كنت منتظر انا ديك الوقت كنا بغينا ناخذوا مداخله قال لك اودي غير خلي راه التقرير من بعد حنا من في المجلس الجهه انا غادي نكون حاضر وغادي ناخذ مداخله وغادي نهضر رغم ان وزير الداخل حصه غادي يكون معنا اللي كان وزير المشرف على الانتخابات غادي نتحدث بان كانت مهزله وكان بعض الخوانه راه ذكرناهم هادو راهم في التقرير بالسماوات السماوات راه عند الامين العام انا ويا كذبت الناس كذبني الناس راه كراو لهم الطوموبيل الرئيس ديال الجامعه ديال الشيوخ كراو له الطوموبيل يخدم مع البا انا ويا عندي المشكل البا راه من حقه حتى هو كيدافع المرتبه الاولى داك الشيء شغله الله يعاونه ولكن الاشكاليه اللي كاينه تكون نزاهه لا الاشكاليه اللي كاينه النزاهه الاخوان اللي معك في الحزب راه كيقول راه يعتبر مناضل هذاك هو اللي خص يعاونك
فهمتني؟ هذا هو الاشكال. ماشي سيدي ما بغيتش الحزب انا ندفع الاستقاله وتكون عندي الشجاعه، تكون عندي الشجاعه نمشي ندفع الاستقاله. وكان كنلتزم غير الحياد انا، هذوك ما اثرش عليا انا، كان التدخل العنيف واللي ذكرته هو اللي اثر عليا انا. هذيك 200 صوت اللي خسرت بها نجيبها غير في الدائره ديالي الانتخابيه، الدائره ديالي الانتخابيه ماشي الجماعه. يعني وقع يعني كنقولوا انه وقعت خيانه في الجماعه ديالك. انه غير لا ماشي غير الجماعه، لا الجماعه يعني هذيك 217 يعني حتى الجماعه، يعني جماعه في جماعه الاسلام يعني كان ضغط، كان ضغط، كان ضغط. وراني هضرت لك كان ضغط وكان الترهيب وقع هذا الشيء، وراني ذكرته حتى انا راه عندي في الرابور تقريبا انا هذا كان ضغط وهذا الشيء. الناس سمعنا الانتخابات انا كان كنت عارف بهذه الطريقه انا ما نزيدش، لان كنا بغينا في اطار واحد التنافسيه اللي تكون شريفه وكذا، نتنافسوا ربحنا ولا خسرنا حنا اصدقاء وراه على خوت، تذكر حنا اصدقاء. ولكن كنقول لك يعني الطريقه ما عجبني. انا الساكنه ديالي الكتله الناخبه على مستوى الجماعه انا عندي ضعيف، انا ولو كانت الكتله الناخبه ديالي ديال بحال بعض الجماعات الاخرين غادي نجي الجماعه ديالي خصنا لا نسجلها في 2011 انا شفت قارن ما بين لا في 2011 كانت عندي جامعه فيها الكتله الناخبه نعطيك غير بحال العتابله ولا بحال نادر ولا بحال المغربه نجحت كلاس الاول لان انا الساكنه ديال الجامعه ديالي خدمت لهم. واخا غادي يشوف غادي يخو بك واحد الاخر ولكن غادي تجيب 50% ديال الكتله. حنا للاسف الشديد الكتله الناخبه كانت عندنا ضعيفه، هذا هو اللي كان وساهمت مجموعه من العوامل، ولكن انا الحمد لله لا زلت شابا، لا زلت استاذ طالب باحث في الدكتوراه، والحمد لله انا المستقبل عاد حدايا. كنقول اودي داك الشيء انا رميت الله. شوف هذا الشيء انا عندي يعني كنشوف المستقبل، عندي بعض النظر كنقول هذه تجربه مزيانه، هذه سي بون اكسبيريونس دزناها. بنادم يعني يشوف المستقبل هذا هو اللي كاين عندي دروك. هذاك الشيء هذيك المرحله دازت، وشوف دازت بحلاوتها ومراراتها، لان الحمد لله كانت عندي تجربه. ورغم ان المكتب السياسي ولا الحزب يعني اقتنع بان اول يعني الفعل ديال بركان يعني حقق ديك الاصوات، رغم هاد الاكراهات اللي هضرنا عليهم، ورغم ان الجماعه ديالي كيعرفوها الكتله الناخبه ما كتعداش حتى 3000 واش كت ولا صوتت 50% يلاه جيب 1500 واش غير انت اللي غادي تجيب، راه كاين معاك الاحزاب الاخرين فهمتني. هذا هو لو كان كانت غير 6000 ناخب ندوز غير الجماعه ديالي نعرف واش تاكل. ولاني تاسفوا يعني يعني الاخر ولاني حنا سمحنا لكلشي، انا عندي قلبي كبير سمح حتى لكلشي، هذا هو اللي كاين. انا كنشوف المستقبل والحمد لله التدبير ديال الشان المحلي كي قال الحسن قال لك ستينيكون ودراسه، الحمد لله حنا وحنا تنتعلموا ربما نغلطوا كنتعلموا راه كنقرا حتى هي مدرسة فريدة، قرينا في الجامعات وقرينا في المعاهد ولكن المدرسة السياسية هي عزيزة. يقال أن العيب ماشي الإنسان اللي طاح، العيب أنه الإنسان يبقى طايح. واه يعني أن المخ يطيح خصو لا لا الحمد لله الحمد لله. السي عزيز أنا غادي نشونجيو الباتري. واه مرحبا. شونجيو الباتري أخويا لحظة. بالماء الاتفاقية الشراكة اللي وقعت الجهة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أكتهم جميع الجماعات. جميع الجماعات بالخصوص الجماعات القروية باش يتم الربط ديال جميع المنازل بالماء الصالح للشرب. وراه مكتب الدراسة راه كيقوم بالدراسة على مستوى جميع الجماعات، جا عندي الجماعة مشى مجموعة الجماعات، كذلك كاين واحد المشروع ديال تهيئة الأسواق الجماعية هذا كيهم جميع الجماعات، كاين كذلك في خص المشروع ديال الكهرباء القروية واللي راه استفدت به العتامنة جماعة العثامنة استفدت به، غادي تستفد به جماعة مغربة الشوائية، يعني جميع الجماعات ديال الإقليم غادي يستافدوا وغادي تكون التغطية. شكون غديرها الجهة؟ حتى أنا الجماعة السي عزيز يعني الخلل بالضبط، يعني واش كيكون يعني حسابات سياسية ضيقة ما بين المصلحة العامة والمسؤول ولا المشكل، يعني فين كتشوف المشكل يعني الخلل الأساسي يعني كما قلت أنت يعني أن المسؤول ما كيقومش بالعمل ديالو. يعني. المسؤول اسمح لي كاين اللي انا تكلمت واحد المسؤول سمح لي كل هضرت بغينا لان نقول صراحه لا انا كنعتبر ولا ثلاث العناصر كاينين في المسؤول لا 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 واخا تكون الجماعه بدون يعني موارد غادي يقوم بالتنميه ديالها. انا كنهضر على الكفاءه ونهضر على الشجاعه
ونهضر على الأمانة، يكون يعني إنسان أمين وصادق في القول ديالو، في القول ديالو غادي يوصل، ويكون العبد الملحاح، لأن الله يحب العبد الملحاح. أنا ديما كنقولها لهم، كنقول لهم جو سوي إكزيجون مي با ميجي، إن هذيك الهضرة أنت اللي قلت بلا ما هضر بعنف. أنا واش تكندير؟ الجامعة ديالي من دخلتها أنا ما نكذبش على الناس، كنقولوا الصدق ربما نزقي عليه الدبز معاه هو يفهمها عنف. لا، أنا كنقول له باش خطا جايك ولا ودي راه الرئيس كان صادق معايا في الهضرة، علاش أنا كنركز خص تكون إكزيجون مي با ميجي. الكاس ذاك اللي داوه معانا باش تعرف علاش دفعنا الاستقالة. أنا لحد الآن سلمهم 47,000 درهم، ها هو جدايني يقولها، هو اللي ولا الرئيس 47,000 درهم، 4,700,000 هذه ديالي، بلا داكشي ديال الانخراط، داكشي اللي كنت نخلص ديال الأمن ديال المراقبة، ولا داكشي ديال مرة ديال القهاوي ديالهم، أنا اللي كنت نخلصهم من الجيب ديالي، ما دخلتهمش على حساب هذا، فهمت؟ الناس مشاو رفعوا بيا دعوة للمحكمة، رفعوا دعوة بخصوص ذوك الأجانب، قال لك حتى الأجانب جاوني البوليس للدار، فهمت؟ حنا كنجي ونقتاتوا ونمشيو نرهبوا الناس يعاونونا، ورغم أن البعض راه عاد كيسالنا تما. راه بعض الاخوان اللي كانوا معنا حتى هما كيسال انا ذاك 4,700,000 مشات لي مرزقي ورزق العائله ديالي وكذا مشات لي، وكنا نخدموا معاهم في اطار يعني على حسب الامكانيات اللي عندنا. هذه راه قلناها لهم انا في الاجتماع، ثم خصنا نتعاونوا، كلوا حنايا الامكانيات ديالنا.